قدم رائد لاختبارين نظري وعملي للحصول على شهادة التخرج، كان احتماله نجاحه في النظري 88%، اعتبروا لامحة واحد هاي، واحتمال نجاحه في الاختبار العملي اعتبروا لامحة اثنين، في الاختبارين معا لامحة واحد، تقاطع اثنين. نجاحه في الاختبار النظري فقط يعني لامحة واحد ناقص اثنين، يعني لامحة واحد ناقص واحد تقاطع اثنين، وعملية تعويض مباشرة. أجاب عمر عن هذا الفرق كما يلي: إن نجاحه في الاختبار النظري فقط يعني لامحة واحد ناقص اثنين يساوي لامحة واحد ناقص، طبعا هذا خطأ، القانون مش هيك، أي القانون احنا كتبناه حله أكيد غلط. نجاح في أحد الاختبارات الأقل يعني بدك تجيب احتمال ح واحد اتحاد ح اثنين، يعني بجيب لامحة واحد زائد لامحة اثنين ناقص التقاطع، وبنحسبها بكل بساطة، ما في أي فكرة في السؤال أكثر من تطبيق مباشر.